وأضيف مساهمة لكل ما قيل، مش عارف هل تسمحي لي بكده؟ أكرر الكلام مرة تانية وأقول إن أنا عارف إن أنتم أنهيتوا أنهيتوا النقاش، ولكن هل تسمحي لي إن أنا أساهم معكم في هذا النقاش؟ Absolutely. ده أنا متشكر جدا. اسمحوا لي مرة تانية أرحب بيكم وأشكركم وأسجل بكل التقدير كل المساهمات اللي أنتم تحدثتم بيها خلال النهاردة كله حتى وخلال هذه الجلسة. ولكن أنا اسمحوا لي حضيف نقاط أرجو أن إحنا يعني لقيت أن أنا من المناسب بكوني مصري ومن قارة إفريقيا أن أتحدث عنها. تحدثنا كثيرا عن التحديات، ولكن اسمحوا لي أن أنا أكلمكم عن تحدي موجود إحنا شايفينه هنا في مصر، وأكيد هو موجود بشكل أو بآخر في إفريقيا. تحدي الوقت، تحدي الوقت، الزمن. يا ترى معدلات العمل اللي احنا ممكن نتعامل بيها جوه بلادنا هي معدلات مناسبة ولا لا؟ هل النهاردة ونحن نتحرك في إفريقيا وفي مصر والعالم المتقدم والعالم كله قد سبقنا بسنوات طويلة، هيتح لنا الوقت الفرصة ان احنا نتقدم بمعدلات متسارعة في ظل المعايير والسياسات المعمول بيها، سواء كان هذه المعايير والسياسات اللي احنا اللي هي النظريات اللي موجودة الاقتصادية والمالية المعمول بيها في بنوك التمويل في العالم، ولا هتبقى هي لانها معمولة طبقا لمعايير، معايير علمية ومعايير اقتصادية ما فيش كلام، وبالتالي لما تيجي تنطبق على ظروف القارة الإفريقية قد لا تنطبق، وبالتالي قد لا تنطبق، لأن أي بنك هيدي تمويل في إفريقيا بيحط كارتيريا، بيحط شروط، مش شروط علينا لكن شروط الحفاظ على المال اللي هو بينظم البنك، اللي البنك بينظم عمله وإقراضه. يا ترى هو هيبقى داخل ومستعد يدينا ده؟ طب ما الوقت مش الوقت هيبقى كتير قوي علينا في افريقيا وفي دوله زي مصر عشان نحققه. هديكم مثال، احنا في مصر لما جينا نعمل، كل زملائي اللي شغالين معايا يقولون ان انا مندفع جدا في الاداء، فيقولوا انت مستعجل ليه كده؟ مستعجل ليه كده؟ في قناه السويس كانوا بيتكلموا على 5 سنين، وفي احدث في احسن الحالات 3 سنين، ولكن انا كنت مصر على سنه، وربنا وفقنا وعملناها في سنة. بس أنا هقول لكم، أنا ما كنتش بعملها في سنة كوقت، هي عشان يعني إن أنا أقول إن مصر عملت معدلات غير مسبوقة، أبدا، ده كانت الحاجة الضرورة الحتمية هي اللي بتفرض عليا إن أنا أخلص بسرعة. ليه؟ لأن أنا مش هحط المشروع الاقتصادي بعيدا عن بقية الاعتبارات بتاعت بناء الأمل وإرضاء المصريين بعد فترة صعبة عاشوا فيها. فعايز أقول لهم لا، أنتوا تقدروا. ونفس الكلام عايزين نعمله في أفريقيا، عايزين نقول للأفارقة اللي موجودين ما تسيبوش بلدكم، خليكم موجودين معانا، أنتوا تقدروا تعملوا وهتعملوا. فكان الوقت هنا عنصر بالنسبة لي، عنصر مهم. ده بعيد عن الاقتصاد، لكن أنا مجرد ما خلصت بعد سنة، ورغم الركود الاقتصادي اللي كان موجود في الفترة ديت 2015 و16 على سبيل المثال، اللي احنا على الأقل خلال 17 و18 معدلات الزيادة السنوية في دخل القناة ما بين ال 500 وال 700 مليون دولار، دول تحققوا لي بأن أنا أنجزت المشروع في وقت قليل. والكلام ده بينطبق على مشروعات أخرى. أنا النهاردة لما أجي أعمل مشروعات للطاقة في مصر، أنا بجيب مصر كمثال مش عشان أقدمها لكم، عشان أقول لكم أنتم انظروا إلى أفريقيا من هذه الوجهة، من هذه النظرة. أنتم تتكلمون على مشروعات القيمة المضافة للحديد والنحاس
والحاجات اللي موجودة في إفريقيا. لكن قل لي وانت بتعمل الكلام ده في أي دولة بدون ذكر الدولة دي، انت عندك الطاقة لها؟ عندك الطرق والمواني لها؟ عندك ده ولا مش موجود؟ انت هتمول مشروع واحد، مشروع الحديد والصلب فقط، لكن طب هجيب الطاقة منين؟ وبالتالي مش هتتعمل المشروع، وهتفضل القارة الإفريقية أو دولنا في حالة، في الحالة اللي احنا فيها. وبقى هنا نقول بعد كده الناس بتسيب دولها وتمشي، هتمشي، ما هو ما فيش أمل. ما هو النهاردة المشروعات إذا ما كانتش تتعمل بشكل جمعي برؤية شاملة تحل المسائل الموجودة عشان المشروعات دي تتعمل، المشروعات دي مش هتتعمل غير بان احنا ندور على ان مش بس الجدوى الاقتصادية لمشروع زي الحديد والصلب او النحاس او غيره. لا، يا ترى الطاقة موجودة؟ طب هنعمل لها ايه؟ طب البنية الاساسية للحركة وللنقل موجودة؟ طب هنعمل ايه؟ الفاصل الفجوة الكبيرة ما بين افريقيا ودولها، وانا واحد منهم، وما بين العالم الاخر ضخمه. ولابد احنا كقاده كمسؤولين، حتى مش بس في افريقيا، حتى في العالم اللي بره، عايزين تسيبوها كده ولا تاخدوا وتساعدوا معانا؟ اذا كنتوا عايزين تسيبوها كده، انا اتصور ان الامن والاستقرار استثمار. اقول لكم تاني، الامن والاستقرار استثمار. اذا لم تستقر هذه القارة والامن فيها بمعدلاته عالية، هذا الامر سينعكس بالسلب علينا كلنا، علينا هنا يعني افريقيا والعالم كله، بقى قرية صغيرة. فارجع تاني اقول الوقت، عندما تحدث صديقنا وزميلنا عن كوريا وعن التعليم وعن ده، كان لديكم الوقت، وكان العالم لسه ما دخلش في اعتاب، في تقديري التشبع الذي بدأ او بدأت ملامحه تظهر في العالم، في الصناعة، في التجارة. طب احنا مكاننا فين في افريقيا اذا كان العالم كله خلاص تقريبا حجز مكانه في الصناعة والتجارة واحنا لسه مكاننا؟ فاحنا الوقت انا بعتبره في تقديري عامل حاسم جدا جدا لابد من وضعه في الاعتبار كتحدي من التحديات اللي احنا في افريقيا وفي مصر. زمايلي زي ما قلت لكم كده كانوا دايما يقولوا لي، اجيب الشركات واقول لهم تعمل المشروع ده في قد ايه؟ يقول لي في 3 سنين. اقول له من ضمن المواصفات انك تعمله لي في 1.5 سنة. تقدر؟ يقول لي طب ممكن يبقى 2 سنين وبنفس المعايير اللي هي اللي احنا محتاجينها. كان الهدف من ده ايه؟ كان الهدف اللي انتم دلوقتي بتقولوا ان مصر ابتدت تاخد مكان مناسب. زمايلي اللي موجودين محدش ابدا في تقديري كان بيدعم او طرح سياسات وافكار بالمعنى ده، وهم زمايلي كلهم موجودين، محدش طرح الافكار دي خالص، وشايف ان هو عمليه تسارع مع الوقت هو يعني هدفه ايه. إذا كنتم عايزين كمسؤولين، كمسؤولين عن التمويل، أنتوا بتحطوا معايير تمويل خاصة بكم، ونحن في إفريقيا لدينا ظروف خاصة بنا. تقدروا تعملوا كوبري، جسر بين الفجوة التي لدينا وبين المعايير التي لديكم؟ تقدروا تعملوا ده ولا هتقولوا لا المال ده ما نقدرش نتعامل فيه بالافكار غير بالمعايير اللي هي تنطبق على تقدمكم في اوروبا وفي اسيا، ولكن لا تنطبق على تخلفنا. وانا بقولها وانا واحد منهم، في مستعدين لده، مستعدين تدونا بتكلفه خدمات للقرض تتناسب مع ظروفنا، ولا بدون حتى تكلفة؟ ولا ده ما يمشيش معاكم؟ ما يمشيش معاكم. طيب ما تنسوش، بدل ما احنا اتكلمنا على التحدي كوقت،
التحدي الآخر اللي بيقابلنا وانتوا بتتكلموا عنه ده، في فرق كبير جدا بين انتوا تطرحوا الكلام كأفكار وكسياسات وبين الواقع اللي احنا موجودين فيه، واقع نقص الخبرة والكوادر اللي هي من خلالها ممكن تدرس وتطلع مشروع يبقى مناسب لتنفيذه ساعتها. يا ترى احنا عندنا في بلادنا المستوى ده؟ ده تحدي اخر موجود هيقابلنا ويقابلكم، لان انتم في الاخر يعني كتمويل كدعم من الخارج هيبص للموضوع ده من خلال دراسات الجدوى. وانا في تقديري احنا واحنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها وخليتها العامل الحاسم في حل المسائل في مصر، انا اتصور ان احنا كنا هنحقق فقط 20-25% مما حققنا. 20-25% ده مش معناه ان المسار العلمي نغفله، لا، بس انا كان عايز على سبيل المثال في مصر هنا اشغل من 4-5 مليون مواطن، وكنت بعتبر ان ده استثمار في حد ذاته، الاستقرار، الامن، الحفاظ على الدولة من خلال اعطاء الامل واعطاء فرص للتشغيل بمشروعات مختلفة على رأسها البنية الاساسية وحاجات اخرى. فارجع مرة تاني ليكم ان انتم كمان لازم تحطوا في الاعتبار ان احنا مش قادرين نفكر زيكم، مش قادرين نخطط زيكم، لان احنا ما عندناش لا الخبرات ولا الكوادر اللي زيكم، وبالتالي بتطلبونا بامور يمكن احنا ما نكونش. ممكن الكلام ده يزعل زمايلي في افريقيا، انا بقول وانا منكم، انا واحد منكم، مصر دولة منكم، محتاجين الدعم الفني والعلمي والخبرات دي تقدم كمان ضمن ما يقدم. يعني النقطة الثانية اللي احنا انتوا بتقولوا ان في تحدي ديموغرافي في افريقيا، تحدي ايجابي افتكر، طب ما قدام منه تحدي سلبي في دول متقدمة في العالم المتقدم. يعني اذا كنا احنا بنزيد بمعدلات كبيرة ففي تناقص بمعدلات كبيرة في الدول المتقدمة. هل الدول المتقدمة مستعدية تعطي فرصة لبعض الصناعات ويعاد توطينها في بلادنا بالاستفادة من هذه القدرات الديموغرافية اللي موجودة عندنا، ولا هنبقى مصرين على ان هي نحتفظ فيها في الدول ديت رغم ان في عندنا مشكلة في النمو الديموغرافي في هذه الدول، وعلى الجانب الآخر نحن لدينا الفرصة العمالة اللي انتوا بتتكلموا على انها يعني مش متوفرة عندكم او في تناقص ليها، هي بالفعل موجودة عندنا بشيء من التأهيل والتدريب تستطيع ان تفعل ذلك. القرار هيتاخد امتى؟ الكلام ده مش لحضراتكم اللي قاعدين، الكلام ده بقوله لنفسي وبقوله لزمايلي القادة والمسؤولين وكل الحاضرين هنا، وحتى للي بيسمعني من الدول الأخرى. هتفضلوا مستنيين لغاية امتى؟ لغاية لما تبقى القارة فيها 2 تريليون ما بيشتغلوش ومش لاقين شغل. زي ما قلت قلت أول عامل انتبهوا له هو العامل الوقت. يا ترى احنا قبل ما هنا في انا بتكلم القارة الأفريقية، قبل ما تتكلم عن العمل وفرص التصدير للخارج، طب خلينا الأول نلبي مطالب المستوى الوطني ثم المستوى القاري لأفريقيا ثم نتكلم بعد كده. وده بعتبره مش تحدي، بعتبره فرصة، إن احنا الأول عندنا أسواقنا الوطنية يعني لدولنا ثم أسواقنا القارية. تستطيع إن احنا على الأقل إذا كنا تخلفنا كثيرا فنستطيع إن احنا نكفي أو نحقق التكامل والاكتفاء لأسواقنا الوطنية أو لحاجاتنا الوطنية ثم على المستوى القاري. أنا كلمت في البنية الأساسية وحضراتكم موجودين معنا هنا، وأنا بأكررها تاني، إذا كنتم ترغبون في تغيير وجه القارة الأفريقية فالاتحاد الأفريقي كقيادة أممية أو قيادة قارية للقارة تستطيع أن تعمل وتدرس بشكل مركزي لمشروع عملاق قد يتكلف 150 مليار دولار
لبناء بنية أساسية على مستوى القارة. وأنا ده الرابع مرة أكرره، وقد قد يختلف معي الخبراء ومن يدركون ده، ولكن أنا عايز أقول لك أنا ببقى عايز أجيب حاجة ببساطة خالص من دولة في وسط إفريقيا أو في غرب إفريقيا أو في شرق إفريقيا، ولا أستطيع أخذها إلا من خلال الخطوط الملاحية البحرية على أحسن تقدير. في حين لو إحنا عندنا بنية أساسية، أنا بقول لكم تاني وبكررها وحفضل أكررها، لو اتعملت بنية أساسية للطاقة كهرباء، يبقى الكهرباء دي تنقل من مصر، تنقل من أثيوبيا، تنقل من أي دولة تانية إلى دول القارة اللي تنتج كلها 3% من الحجم العالمي. مش ممكن هنعرف نعمل مشروعات كده، مش ممكن هنعرف نعمل مشروعات لقارتنا بقيمة مضافة أو غيره، مش هنقدر. فالبنية الأساسية اللي بتكلم عليها الطاقة اللي ممكن في مصر، احنا في خلال 2.5 3 بالكتير حلينا مشكلة الطاقة وزودنا مواردنا ب20-25%، ونستطيع ان احنا ننقل الطاقة دي لأشقائنا عشان عامل الوقت. عشان عامل الوقت يعني بدل ما ينتظروا هم مشروع يعملوه 7 سنين 8 سنين، لا، احنا ممكن من خلال مشروعات بنية أساسية لنقل الطاقة نقدر نحل مسائل فيما بيننا على مستوى القارة بالكامل. ونفس الكلام للسكة الحديد والطرق. يا ترى مستعدين يا إفريقيا، يا مسؤولين، يا قادة، يا مستثمرين، يا رجال الأعمال، يا المؤسسات التمويل الدولية، ان انتم تساهموا معانا لإحياء اكتر من 1 مليار وشوية الآن، و2050 هيبقى اكتر من كده ولا ايه؟ شكرا جزيلا.